pour leur accompagnement. Effectivement, cher Azouri. السلام عليكم. اليوم في كما تلاحظوا في احترام تام للتدابير الصحية الموصى بها من طرف السلطات، ينظم مختبر البحث في الاقتصاد وتدبير المنظمات بكلية الاقتصاد والتدبير القنيطرة بتعاون مع رئاسة جامعة ابن طفيل وبشراكة مع برنامج دعم تابع للسفارة البريطانية بالرباط. ننظم اليوم ندوة علمية تضم عدة جلسات موضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية برحاب كلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة. وتستحضر هذه الندوة أيضا عدة تجارب وممارسات قطاعية ودولية متعددة التخصصات، وتناقش أيضا التحديات التقنية والتنموية والثقافية التي يوجهها الباحثون والباحثات والمؤسسات في هذا النوع من الدراسات التي تعنى بتقييم السياسات العمومية. هذه الندوة تجمع متخصصين ومتخصصات في علم الاقتصاد والتدبير وفي علوم اجتماعية أخرى كالقانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع، والهدف هو إظهار أهمية المقاربات المتعددة التخصصات واللجوء للمنهج المناسب من أجل المساهمة في اتخاذ القرار العمومي وفي تقويم السياسات العمومية، خاصة المتعلقة بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المغربي. الهدف من هذا النشاط هو خلق فضاء للتواصل والنقاش حول بحوث أكاديمية وإجرائها أنجزها باحثون أكاديميون وجمعيون، وأيضا خلق فضاء للنقاش والتواصل وجمع الفاعلين المختصين المهتمين بالسياسة العمومية كالفاعل المدني والباحثين الأكاديميين وأيضا الباحثين الجمعيين. اليوم الدراسي كان مختص بتقييم السياسات العمومية، وعرف واحد دخلت مجموعة من الأساتذة ومجموعة من الطلبة الباحثين، وكنحاولوا أنه نعرفوا بتقييم السياسات العمومية. حضرنا اليوم النسخة الأولى من الندوة الدولية حول تقييم السياسات العمومية اللي تضمنت مجموعة من الورشات والندوات حول مستجدات السياسة العمومية بالمغرب، وانعكست على الاقتصاد الوطني في ظل الظرفية الراهنة. وهذا تحدي بالنسبة للإخوان والزملاء والزميلات اللي كانوا حول تقييم السياسة العمومية، هي أنهم يفكروا في المؤشرات الأساسية والطرق والنماذج اللي ممكن تسهل بها ولا تدار بها تقييم يعني انتقائية، يعني إلى أي حد غتكون انتقائية سواء في تصورات السياسة العمومية ولا في التنزيل ديالها على أرض الواقع. ونتمناو أن حرك المؤتمرات نرجعوا للحالة العادية ويرفع علينا الله هذا الوباء. المداخلة ديالي كانت حول موضوع السياسة الجبائية خلال السنوات الأخيرة ومدى تفاعلها مع النموذج التنموي الجديد. فخلال هذه المداخلة تطرقت إلى الرصيد، لأنه هذا النظام الجبائي الحالي هو قيد التنفيذ منذ 40 سنة، أعطى بعض النتائج إيجابية كمثلا المواد اللي تدخلها، العصرانة ديال النظام إلى غير ذلك، ولكن سجل مجموعة ديال النواقص، بحيث أنه المداخل الضريبية وإن كانت ارتفعت على مستوى الضغط الجبائي، فعلى مستوى التمويل ديال الميزانية ديال الدولة، النفقات العمومية للدولة، النسبة المئوية انخفضت، تقريبا دزنا 85% ديال النسبة ديال التمويل ديال الميزانية إلى 50% إلى خديت السنة ديال 2021 لعدة أسباب. أولا هناك عمليات ديال الغش والتملص الضريبي، هناك واحد المجموعة ديال الامتيازات اللي كيعطيها القانون للشركات لتشجيع الاستثمار، تقريبا 34 مليار سنويا اللي كتمشي لنا على طريق هاد الامتيازات اللي كتعطى رأس المال.
ثم كذلك هناك غياب عدالة ضريبية في إطار التوزيع ديالها. فعلى ضوء النموذج التنموي الجديد اللي قدمه السي بن موسى أمام صاحب الجلالة، حاولت ندير ربط ما بين النظام الجبائي والنواقص ديالو اللي جات في التقرير، لأن التقرير تكلم حتى هو على النواقص اللي عرفتها السياسة الجبائية والنظام الجبائي، وكذلك ما يمكن تعديله وتغييره. وتطرقت إلى النقطة ديال الضرورة ديال إدخال إصلاح ضريبي لمواجهة المتطلبات، أولاً الاستطاعة باش نمولوا كل النفقات العمومية ديال الدولة، أي خص زيادة في المستوى ديال الموارد الجبائية. ثانياً إدخال واحد النظام ديال العدالة ما بين الأفراد والشركات في أداء الضريبة، ثم كذلك إعطاء الإدارة العامة ديال الجبايات الإمكانيات باش تراقب، وكذلك باش دير حملات ضد المهربين والغشاشة على المستوى الضريبي. هذه بصفة موجزة جدا المداخلة اللي درتها اليوم بدعوتين من كلية الاقتصاد والتدبير ديال قنيطرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.